الله تبارك الله، الناقة هذه طاهرة، لا جروح لا كوايا، الناقة تبارك الله تملا طاسهم 80 رحمتي وطاسهم 30. اطرد بنتها من هناك، اطرد بنتها، يطردها مرة خلته. شرط الناقة هذه إذا ما عبت الطاسة 80، ما شاء الله الهشاش دحين بتشوفون 80 30. صلوا على الرسول، كب الطاسة. الناقة هداوة جدا بس عقال، متعودة على العقال. تعال يا مهدي، هات خلكم معنا، والتصوير إذا طور بنفصل له، لكن ما عليه عشان توضح الطاسة الثنتين بإذن الله سبحانه. الطاسة اللي مع الرجيل ما شاء الله، اللهم صل على الرسول، 80 وهذه 30. طردها 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 مرة. هشاش ونظافة طهارة، لا فيها جروح لا فيها كوايا. منو الرجال اللي عند المضيافين اللي يجون الرجيل؟ والحليب سكر شرط. الآن وصلت دقيقة وعشرين ثانية تقريبا، لازم نفصل. تعال يا مهدي من هنا، شل الطاسة اللي معك، شلها خلاص، خذ خذ الطاسة، خذ خذ خذها. ما شاء الله. تواصل مركز سليمي بن شالح وشريكه 0538809. شوف الحشاش تبارك الله، شوف روح واصل، تصوير حديث 12 11. اطرد بنت، اطرد بنت، اطرد بنت. 12 11 440. هذه الطاسة 30، يعني طاسة 80 وطاسة 30، هذه بركة. واشرط شرط تحلبها مرتين في اليوم. ما شاء الله تعب لكن ما يقصر. تواصل مركز سليمي بن شالح وشريكه 0538809. ما شاء الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. اشوف